ناريني بيوتي تفجر الساحة يا حبايب واغنيتها الجديدة. طبعا جمهور ناريني بيوتي ما يحتاج اوضح لكم انه هاي عبارة عن ردة فعل، ما يحتاج اقول لكم ياي واو على مود بتحبوني يا بتهجمون علي. المهم يا حبايب خلينا نسوي ردة فعل على اغنية ناريني بيوتي بعنوان بكفي كلام. او ماي جاد شكلها ديستراك، يعني ان شاء الله تكون ديستراك على مود نرتاح. يا الله يا ناريني بيوتي، بس سؤال احد فهمها انه الاغاني يا حبايب هو مكان عم تفرغ بيه طاقتك الملل وبنفس الوقت لازم ترتاح بيه؟ ترى هذا الموضوع كلش غلط يعني. المهم الواضح انه ناريني معصبه وشكله راح اسوي ديستراك. يا حبيبي على الرومانسيه الخرافيه اللي تذكرني طبعا. هاي. ولكن السؤال يطرح نفسه، مو فلوكس وينه بالضبط يعني؟ شكل ناريني بيوتي ضحك على موفلوكس وقالت انه هذا ديستراك مو اغنية حب. حبيبي موفلوكس خليني افهمك شو اللي قاعد يصير. خليني شغل عمي جوجل الترجمة ونكتب نارين تخون موفلوكس ونحولها للهندية. ناريني موفلوكس وكودو كوديا. وشكرا استاذة سارة. الانسان طبيعي يا حبايب لما يكون تعبان ويريد يرتاح او نريد ينام مثل ما تقول بالاغنية، فيروح ينام، مو يروح يسوي اغاني. نارين الوحيدة اللي تسوي اغاني بس تكون تريد ترتاح او تريد تنام. على كل خلينا نكمل الاغنية. بخلاف التصوير الناري يا حبايب الصراحة انه ما شاء الله صوت ناريني بيوتي اللي كل ما لديه يتطور من كل اغنية الاغنية الصراحة دي يتطور. حسب ما فهمت حاليا من الكليب ان ناريني بيوتي هي تاركة حبيبها وما تريد ترجع له. ما ادري صراحة اذا هذه الاغنية هي تم تصويرها قبل ما هي ترجع الموفلوجز، لان هي كانت منزلة هذا البوست يا حبايب واعلنت عن الاغنية قبل ما ترجع هي وموفلوجز. فيمكن بالاغنية هي تقصد موفلوجز انه ما كانت ناوية ترجع له، ولكن الف الحمد لله حاليا رجعوا البعض. ما ادري صراحة يا احباب الكومنتات شنو توقعاتكم الموضوع. والله ده امزح يا حبايب. دلوقتي يلا النبطان ومركب حياه النسايه، مين اللي كان بيعمل كل حاجه من البوك ممكن ينطق. طبعا ده غني وياه هو الديب جاد، والصراحه صوته كلش خرافي بخلاف التصوير الناري وبخلاف الصراحه حتى اصواته مثلاتهم ناريني بيوتي ولا ديب جاد الخرافيه صراحه ابدعوا هواي بهذا الفيديو كليب. اوكي خلص الكليب يا حبايب. الكليب فعليا ناري، اقسم بالله العظيم واحد من اقوى الكليبات اللي سمعتها بيها احساس، وبنفس الوقت صراحه متعوب عليها. فبخلاف رده فعل هي مجرد ضحك مو اكثر، انطي الكليب 10 من 10 بدون اي منازع. رابط الكليب بالوصف يا حبايب، كلكم روح فجروا. وبس والله حبايب وصلنا للمقطع، اتمنى انه اعجبكم، لا تنسوا تفجروا هذا المقطع واللايكات. وبس كان فيكم فايز زين ومع السلامه.